من هو ذبيح الفرات في الكتاب المقدس الإنجيل؟ هي محاولات لاستجلاء الحقيقة وإظهارها من تحت ركام التزييف الذي طالها، الحقيقة التي لا تتعلق بأحد سوى بالله وأنبيائه وكتبه، والتي تحمل بسببها الصفوة من البشر شتى أنواع الاتهامات وصنوفاً من العذاب. ورد نص في الكتاب المقدس الإنجيل يذكر أن هناك ذبيحاً على شاطئ الفرات. تقول إيزابيلا بنيامين باحثة لاهوتية في كتاب ما لا تعرفه عن الكتاب المقدس: ضمن دراستي للكتاب المقدس والتي استمرت سنوات، وأنا أتفكر في نص غريب موجود في الكتاب المقدس لكوني عراقية ونهر الفرات في البلد الذي أسكنه، سألت عن هذا النص الكثير من القساوسة والعلماء والأساتذة، وراجعت التفاسير والمراجع الخاصة بتفسير الكتاب المقدس، ولكن يبدو أن الجميع تواطأ على السكوت، حتى التقيت بقداسة الأب صبيح بولس بيروني وسألته عن النص الذي يذكر بأن هناك ذبيحاً على شاطئ الفرات، فمن يكون؟ فنظر لي ملياً ثم قال: لولا أنك مسيحية وباحثة في علم اللاهوت وأن هذا ضمن دراساتك ما أجبتك على سؤالك، ولكني سأجيب. قال: أولاً، إن شاطئ النبوءة يمتد طولاً على امتداد نهر الفرات من منابعه وحتى مصبه في البصرة، وقد حدثت معارك كثيرة على شاطئه، ولكنني استطعت أن أحصر منطقة الحدث في صحراء تقع في العراق بالقرب من ضاحية بابل. الثاني، بحثت أيضاً عن تفسير هذه النبوءة، فوجدت أنه من تاريخ نزول هذه النبوءة وحتى يومنا هذا لم تتحقق هذه النبوءة إلا مرة واحدة. قلت له: وأين المكان؟ ومن هو الذبيح؟ قال: إن النبوءة تتحدث عن شخص مقدس، ابن نبي، وهو سيد عظيم مقدس في النبوءات، اسمه إله سين. ولما سألت الأبا بطرس دنخة الكبير عن معنى كلمة إله سين، قال: إن العرب في جنوب العراق يقلبون الهاء حاء فتصبح الحسين، مثل أهواز يقلبونها أحوازا. لم نجد غير هذا المذبوح بشاطئ الفرات، وهي نبوءة تتعلق بابن نبي مقدس جدا، وهو سيكون سيدا في السماء. من هذه النقطة بحثت وتعمقت لعلي أحظى بإطلالة شافية كافية وافية، مع أن النص واضح لأنه يشير إلى معركة مصيرية كبيرة بجانب شط الفرات في أرض يقال لها كركميش من قبل شخص يرتبط بالله من أجل إرجاع خلافة مغتصبة، لأن النص يقول في مكان آخر بأن هذا السيد ذهب ليرد سلطته. وعندما بحثت في المعاجم وجدت أن كركميش تعني كربلاء. فمن هذا السيد الذي ذبح بجانب شط الفرات؟
ولماذا يصف الكتاب المقدس هذه الواقعة بهذا الوصف المخيف وكأن مصير البشرية يتوقف عليها؟ صحيح أني وضعت أحاديث وأشياء تدل على هذه الواقعة، لكن كلها افتراضات لأني لست من داخل الحدث الإسلامي، ولكن هذا الشيء موجود على شكل نبوءة لم يستطع أحد أن يغيرها أو يتلاعب بها وإن أصابها بعض التشويش. فمنذ كتابتها منذ آلاف السنين لم تتحقق هذه النبوءة إلا في الإسلام من حيث المكان والشخص المقتول، كما يقول كبير علماء أهل الكتاب والمتضلع بالكتب السماوية كعب الأحبار بن ماتح. جاء في سفر إرمياء الإصحاح 46 النبوءة التالية، وهي تحكي عن المستقبل البعيد، حيث كان وصف إرمياء النبي صحيحاً 100%. فقد كان الوصف مهيباً رهيباً، كأنك ترى ذلك المصروع والجيوش التي التفت حوله. ثم ماذا تقول النبوءة في مكان آخر عن أسباب ذهاب هذا السيد إلى ذلك المكان؟ تقول: ذهب ليرد سلطته إلى كركميش ليحارب عند الفرات في الصحراء العظيمة التي يقال لها رعاوي عند الفرات. كلمة كركميش تعني كربلاء، وكلمة رعاوي هي جرابلس، الصحراء الواسعة التي تمتد من حدود بابل إلى عرعر، والتي يسميها الكتاب المقدس رعاوي، وهي بالقرب من مدفن مقدس لأهل الكتاب اسمه النواويس. ولا يعرف بالضبط السر في وجود دور عبادة لأهل الكتاب في هذا المكان تحيط به المقابر، ولكن الأخ أنطوان يوسف فرغاني يقول إن أكثر أهل الكتاب دفنوا في هذا المكان لأنهم كانوا ينتظرون ذلك السيد المذبوح لينصروه، لأنه مقدس جدا، ولكن قدومه تأخر وماتوا وهم ينتظرونه، كما كان نصارى نجران ينتظرون مقدسا آخر، ولذلك لم يقتل مع هذا المقدس عند نهر الفرات سوى نصرانيان اثنان يقال إنهما اعتنقا دين هذا المقدس. لم يصف أحد من شخصيات الأديان نفسه بأنه هو المذبوح هناك غير الحسين عليه السلام، يصف نفسه بأنه المذبوح بجانب الفرات وأنه ابن الذبيحين. وهذا ما قاله كعب الأحبار المتضلع بالتوراة عندما مر بجانب الفرات في كربلاء لما ذبح الحسين، قال: هذا هو المذبوح، لأننا سمعنا أن ابن نبي يذبح في هذا المكان. وكان كعب الأحبار قال ذلك أمام حشد من الصحابة وغيرهم، كما في الرواية التالية: ولما أسلم كعب الأحبار جعل أهل المدينة يسألونه عن الملاحم التي تكون في آخر الزمان، وكعب يخبرهم بأنواع الملاحم والفتن. ثم قال كعب: نعم، وأعظمها فتنة وملحمة هي الملحمة التي لا تنسى أبدا، وهو الفساد الذي ذكره الله في الكتب، وقد ذكره في كتابكم بقوله: ظهر الفساد في البر والبحر.
لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين.